أسستها أليس امرأة على الأقل قرطاج، الأغراض كانت اقتصادية أمنية كذلك توسعية، مثل نكونوا عنها هي كانت توسعية النبرة أي النبرة هذه نقول الإمبريالية شوية. نعم كانت فما منها. أما هيت ناخذوا بعض المسائل مثل العادية البسيطة، اللغة شنو كانت؟ اللغة البونية، اللغة البونية اللي هي لهجة، هي لهجة من اللغة الفينيقية. نعم هي منها لهجة، مش حتى هي تجم تقول منها اللغة الفينيقية في قرطاج، لكن مع عندما أصبحت تستعمل في قرطاج تأثرت أيضا باللهجات الموجودة ذاك حولها. فمن حيث الجرس، من حيث النطق، من حيث حتى بعض الكلمات في المعجم أصبحت لها شخصية، كيف ما احنا توا اللغة التونسية لغة عربية ولكن لها خصائصها، ولها من وخصائصها مش اخترتها هي، منها تجمع تقول فرضها المعيش والتاريخ هو اللي فرض لك الخصوصيات اللغوية سواء في معجم أو في النطق. مثلا توا احنا نفس الكلمة تنطق في مصر بطريقة وتنطق في تونس بطريقة. يعني علم الصوتيات يبين علاش أنا ما اخترناش هكا منها اعتباطيا، بل لأن اللغة العربية قاعدة محيط فيه فيه مجموعة من الأصوات ومن تجمع تقول من ال كيف هنا ترى كيفاش أن يجد الإنسان بعض الصعوبة ساعات باش يعبر على الشيء الذي يريد التعبير عليه. معناها لغة قريبة برشا للعبرية القديمة للعربية الفصحى. الجرس البربري هو الذي أيضا أعطى للغة العربية منها شكلها الحالي في تونس أو في تونس أو في المغرب الكبير. منها وترى مثلا علاش اللهجة المغربية منها تختلف نوعا ما عن اللهجة التونسية، لأن اللهجة المغربية العربية المغربية عندها لقاء مع اللهجات البربرية أكثر من اللهجة العربية في تونس. فهذا الشيء هذا من هو من العلوم اللغة التي ما هاش متناولة في بلادنا، ما عندناش كما نقولوا كراسي جامعية تتناول الموضوع، موضوع الصوتيات بصفة دقيقة. حتى من مختصون في هذا الميدان ما يلقاوش دائما التشجيعات او كما نقولوا احنا الظروف التي تمكنهم من التعبير على ما يريدون التعبير عنه. فالمهم ان اللغه البونيه هي لغه كنعانيه. انا كلمه فينيقيه هي كلمه اغريقيه، راه ماشي مش معناتها مش مدينه صور،